الشغل مش عيب ما دام بتكسبه بالحلال، والظروف أحياناً تحكمنا على فعل أشياء ما كانتش أبداً في الحسبان ولا عمرنا تمنيناها، لكن مجبورين لسبب واحد بس، هو إسعاد أعز الناس علينا. اسم عمار، وزي ما يقولوا لكل إنسان من اسمه نصيب. عمار، ودي معامر بالخير. هلا، باي بارك فيك. شو اخبارك؟ صحية. شو انت عندي؟ خير هاد؟ تبيش؟ ها؟ ما عندكش صاروخ؟ تعال عمي، تعال 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 اسلم العمي. الله يبارك. هم حنيته بطل يباع وروح خلاص. شو حالك؟ كويس ابو حي، والله ما ان شاء الله ربي يحفظك. ان شاء الله. كيف يا خالي؟ ويحفظوا لك هو. لا لا، هو خلاص احنا بعرف. والله خلاص، خلي هو اخوته وخلاص. ان شاء الله ربي يحفظه. 50 سنة. كم؟ 51. شباب. لا لا، هم تاخذوا. والله شباب ما شاء الله عليك، ما شاء الله. احنا صرنا ياخذوا هم. 51 عام وتعاند في الحديد. تعاند شنو؟ انت تشبه حكي بتعاند حتى مش عارف شنو. اسمي كريم. عمار. عمار، عمر عمار. فهمت؟ مش صقع عليه هذا؟ صقع عمار. صقع عمار. اه لا، برا استريح. برا السيارة. برا السيارة. برا قاعد ساعة. ما هي يا ودي. ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله خالي، ان شاء الله يعطيك توفيق العمر. ان شاء الله. حتى انت لعلينا بندير روحني. اكيد اول واحد اللي عنده صغار هذا يخدم اي شيء، يكافح في اي مكان يعني. وانت مبروك، تزوجت انت من الفات ولا؟ تزوجت. مبارك. الله يبارك فيك. صار عرفتني ده. كيف يا خالي؟ من يبارك؟ انا اسكن بوسليم. قريب علي. حي ناصر مسكن. اه تسكن في عمارة جديد انت؟ ايه، شفت السيمافرو؟ ده ثاني عمارة. مثالي لك. كريفوج. كريفوج؟ ايه. 19 سنة. 19 سنة. مش نحكي. 19 عام. تقعد فيه ثلاثة. في الريفوج. تمانا شنو تحت الأرض من أول. وكيف مداير في الشمس؟ ماشي مداير في الشمس. ربي يعطيك السمس. آه ما فيش رواش، ما فيش. في هيك واسعتك. هناك الحمد لله. الحمد لله. لم واحد بالإيجار. الحمد لله. إيه الحمد لله. تشرب بلد غيرك تكون عليك بلد. الحمد لله. جمعية خذت لي حوش وضحكت عليه 150,000، طلعت لي بشي من الحوش. خذت لي حوش ورطب يبدأ ورق. خذت الدور الأول ساكنة أختها لوطة تحت قبيلنا. تبيش سيدي هو بيجيب حاسم 150. أختها شريت ليني في الدور الرابع، أعطيتها لأختها. هذه أما سنة؟ تو سنة اللي فاتت. الدور الرابع أعطيتها لأختها حوشيني، وأعطتني حوش أختها. أعطتني مكيف، قلت لي خليت لك مكيف ودولاب وحوش بالورق. لو ما مشيتش تبعت شفت ورق مشيت. ما فيش ورق. مشيت المحكمة. ما فيش ورق. ليش ما يمشي ورق؟ ما صب. وعندي ملفي قداها، قلت لها بعتيني ملفي. قلت لي تبي ملفك أعطيني إلا تتولك هذه جمعية خاف ربي. وما عندكش معاش من الدولة ما تخدمش؟ لا ضمان ناخذ. تاخذ في ضمان؟ إيه. وعلاش عندك معاش بالضبط؟ عندي ضيق تنفس وقلبي. اه عندك القلب. ايوه ضيق تنفس. تقارير معتوشك. قلت لك انت بلجنة والخدمة الثانية اللي هي الحديد والمحاس. ايه هذه فوق 10 سنين اللي هي دقدق فيها. وفيها فلوس. ما انا شنو ما تخليكش ما تديرش يديك. تسكن في بوسليم. لقيتك في تاجورة. طبعا من الناس الخير هذه اللي تبعت فينا. الراجل راه جيبه سمعته وجيبه اللي هو قصدي قالوا لي راجل يكافح وراجل ما وقفش يسلم للحياه وخدم ومش مدور ومش معدل ويبي يوكل صغاره ويبي يعيش زي الناس. تمام.
نبي كيف مداير انا في المشي والجي مش ديما هنا. سيارتي عندي مازدا. عندك مازدا؟ ديما ندور بها. نشوفها ديما ندور بها. وحالها باهي مازدا؟ تو بدات خلاص خيرها جهد تبي خدمه الباصاته و... تبي ماتور تاع مع دخان. والمازدا هذه ما مش نتاع نقل بس ايه باش بدين وانت تعبي فيها في الحديد باش بدين شو يقول محتاج يخلي باي الحديد هذا مش مطلع قرشات هيك باش انك انت توفر باش انك انت تدير تو انت قلت مبارك تزوجت ولا ايه تا شو قصار وتسمع كلامي معاش يصدق شيء انت شو قصار تب روحك هذه تولدي لبس مش عيب ايه ويبو وقداش عندك صغار؟ بصوص مويت زوز ولاد هادي اللي في الفطور قداش يبو كل يوم في الفطور؟ عاد ما نعرفش انا قلت لهم يبو الكيكه ويبو فطورهم ويبو فطورهم في الليل وكل يوم خبزه وكيكه والعيل ما يعرفش يعرف يبي وخلاص صح عليك يبو من 40 50 جنيه في اليوم وعلاش انا ندقدق بالزايد؟ والله يا عمار يعطيك الصحه مش والله لا بالاسم بس عمرك 51 سنه شباب قدام ما شاء الله بصحيحتك نضحك من عندلش ايه هذا علاش هذا علاش هذا علاش المفروض الواحد هذا كله ايه ما ندورش خليها على الله طيب يقول لك يخدم في الكنيسه لا تو نمشي ندور سوي الحوش ونبيع ولا ونحط الفلوس هني بعد الدوش يحترموك مش يقول يخدم في الكنيسه في اليدوي ايه كان في الدوش وتمشي تبيع حاجتك وتحط فلوسك هني يحترموك لكن القرش هذاك شريف حلال حلال ايه ياخذوا الحلال ايوه من بياخذ هو والصغيره بياكلوا الحلال ماشي يمشي يعني تعرف عندي ولدي وهذا صلاه وجامعه وحوش هيك بدنا ايه بدنا له حتى هذاك هو زي خوته علمتهم يخدموا صلاه ويصلوا وقرايه ويحترموا الناس مش هو المكسب من الدنيا السمعه هذا طيبة. هو نبي هيك يعني اللي شفت هلبه المال يحضر ويغيب ويمشي شفت عليه ما فيها احد يبعث يا ربي وياخذ يا ربي مش على العبد المال على الله على الله العبد يسكر الباب ربي يفتح لك 50 باب ايوه مش عارف شنو صار لي شنو صار؟ تعبت من موتة امي الله يرحمها امتى توفت الحاج؟ 2004 وامك شنو تعني لك؟ أمي قامت تموت خلاص تبدأ تو بديت نسمع حد يقول لي مات ولا الله يرحمه ما عشان نجي هذا خاطر الصغار وخلص للرب ياخذ مات ما نبيش يعني نبي هذا اللي داعوا الواحد ان شاء الله ربي يرحمها ان شاء الله خالي يغفرها ان شاء الله عمار ويبارك لك ماتت في ليل ايوب والله مغفور هذا الاحسن ربك مش مخليني مستحيل من حد باي عمار انت ما فكرش تشوف خدمه ثانيه من غير الحديد انت قلت لك مش بحديد ولا حتى طرف الحاسة صغير نقعد نروح قسم بالله مرد هو يا رجل ولا مرد صار بدي معاش موضوع انك انت تطلع حاجه باش تطلع منها فلوس لا الفلوس هذاك شو مديرته هو شو مدير لولدي الخبزة لقيت لفاو لقيت فيها حتى هو ما خش فيهم الفلوس نتلا فيهم هو علاش مش ديما كل ما يجي خبزة نعمة في ربي يجي من حصب مش ديما كل ما يجي خبزة نعمة في ربي يجي من حصب خلاش نعمة ملوحة يقول لك نحصل 10 جنيه ما حبش كارب في صار وحداي يبيعوا في الخضرة يبوا كشري 4-5 نمشي للقهوة بفلوسهم راه يبوا قهوة نمشي نجيب لهم يبوا نرفعهم يبوا حتى بيغسلوا وجههم نرفع فيهم بالسيارة ما ناخذش فلوس ديما تسوي في الخضرة 80 في الخضرة هي سلعتين خضرة مش لتش مقابل تاخذ خضرة ايه ونرفعهم ولا يبوا هذه العشية صار معناه كان عندك وجهة. سيارة وكان عندي بورتا ها يا خالي كان عندك بورتا معناه ما تقفش ما في ما وقف حتى رفضت في السيارة الا المغرب اللي رزقنا من الحوش هذه الحياة اعطوني ما توش انقال قال لك انا عندي بورتر ما عادش نستحق لاي حاجه لا مش عارف خلاص تمت معناها يقدر يجاهد ويقدر يطلع الدبل يطلع الدبل البورتر البورتر العشيه اقل حاجه العشيه كان نقول لك نقول لك هيك قال من المغرب تبيع ب 500 400 لكن بتترس
واني صرت وقت على السطر الحديد. يعطيك صحة. ان شاء الله خير وخلاص. ان شاء الله ديما تضحك انت فرحان ومرحب. لا ديماك لا ديماك. خلينا نقولوا كلمتين. هاي قول كلمتين. والله يا عمار انا راجل مسخر. راجل بعثني ربي باش نيني نوصل أمانة لعمار. والله أعلم شنو هي الأمانة هي طبعا. لكن راهو لا يمن عليك حد لا بجميل لا شيء. أنا حاجة بعتها الله للعبد. حد هيك للعبد. حاجة بعتها ربي للعبد وأنا عبد باش نوصل الحاجة اللي بعتها. وراجل زي التريس. أعطينا بالله. يا عمار خلنا نطلع نشوفه عمر نشوف وش نصير. تقدرها تجيب هالنقزة؟ ها نقزة هذه السيارة ترى فوق الخمس سنين مسكين الدق سكر مطورها قريب خلاص سلم على عم طول البطل هذا بالله عليك هذا ديما معاك هذا حبي هذا حبي هذا صار حب هذا والله ما في كيف انا شنو صار يعني لك الحب ما فيش حب قبل حب ولدي ورفيق الطريق الله يخليك ما نخليه يستحق داربي ان شاء الله يا رب ما يخليك تستحق لي واحد لا ان شاء الله يا رب طار لا يسمع كلها وانا مش حاجه ولا اعطيني حتى اخوي ما بقولش اعطيني ربي بعتني باش نعطيك حاجه هو بعت لا يبارك فيك اللي هي من نصيبك انت لا يبارك فيك يا خالي لا مني انا لا من غيري معايو عماك ولا لا انا فاجاتني تو ثاني مره بدون فاهم البورتر هذه ان شاء الله ربي يبارك لك فيها وليك انت سيارتك انت وسيارتك الصغيرة ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله يا خالد والناس دوه للخير الراجل هذا انه هو يسكن في رفوج وانا طبعا ما نقدرش نقول اني نغير لك وناخذ لك حوش جديد وما هذا ما نقدرش نقوله هذا الراجل هي هيك ما نعشم حد هي هيك لكن الناس دوه للخير اللي عنده نيه يدير خير الراجل راه يسكن في رفوج انت مش متوقع بحياتي اني احصل سياره زي هذه بس السيارة هذه مباركة عليك أخوي عمار وإن شاء الله ربي يزيد يبارك لك في الرزق ويبارك لك في الصحة لا يبارك فيك الصحة أهم شيء الصحة لا الحمد لله هي خير من البورتر خير من المال خير من الحوش الصحة هي أهم من كل شيء نحافظ على روحي على خاطر الصغار هم وإن شاء الله ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله خليك ونشوفوك فوق خير من هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تلاقوا يا عمار والله ينور ساعة طيبة إن شاء الله ساعة طيبة إن شاء الله. ماشي يا عمر. ماشي بابا. ماشي. هاي. سلام عليكم. سلام. بورتا يا أخي. والله حق ولا والله تقول واحد يحلم تقول نحلم يا خالي تقول نحلم الحمد لله الحمد لله هات لي لاخذ زربه في جبل يا ربي